بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا لا إله إلا يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا الله يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين سبحانك يا يا من له العزة والجمال يا من له القدرة والكمال يا من له الملك والجلال يا من هو الكبير المتعال يا منشأ السحاب الثقال يا من هو شديد المهال يا من هو سريع الحساب يا من هو شديد العقاب يا من عنده حسن الثواب يا من عنده أم الكتاب اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحانك يا يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء من خشيته يا من تشققت الجبال من مخافته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرضون بإذنه يا من يسبح الرعد بحمده يا من لا يعتدي على أهل مملكته يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتهى
جایا یا مجزن الاقصایا یا باه بر هدایا یا رازق البرایا یا قاضی المنایا یا سامع الشکایا یا باعث البرایا یا مطلق الاسارا. یا ذا الحمد و السنا یا ذا الفخر و البها یا ذا المجد و السنا یا ذا العهد و الوفا یا ذا العفو و الرضا یا ذا المن و العطا یا ذا الفصل و القضا یا ذا العز و البقا یا ذا الجود و السخا اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا باسط يا موسى. یا صانع کل مصنوع یا خالق کل مخلوق یا رازق کل مرزوق یا مالک کل مملوک یا کاشف کل مکروه یا فارج کل محموم یا رائم کل مرموم یا ناصر کل مخذول یا ساتر کل معیوب یا ملجأ کل متروک. سبحانك یا لا اله الا یا عدتی عند شدتی یا رجائی عند مصیبتی یا مونسی عند وحشتی یا صاحبی عند غربتی یا ولی عند نعمتی یا غیاثی عند قربتی یا دلیلی عند حیرتی یا قنایی عند افتقاری یا ملجئی عند افتراری یا معینی عند مفزعی. سبحانك یا لا اله الا یا علام الغیوب یا غفار الذنوب یا ستار العیوب یا کاشف الکروب یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب یا منور القلوب یا انیس القلوب یا مفرج الهموم یا منفس الغموم. سبحانك یا اللهم انی اسألك باسمك یا جلیل و یا جمیل یا وکیل و یا کفیل یا دلیل و یا قبیل یا مدیل و یا منیل یا مقیل و یا محیل. سبحانك یا یا دلیل المتعیرین یا قیاس المستقیسین یا صریخ المستصرخین یا
يا جار المستجيرين يا امان الخائفين يا امن المؤمنين يا راغم المساجين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين يا ذا الجود والإحسان يا ذا الفضل والامتنان يا ذا الأمن والأمان يا ذا القدس والسبحان يا ذا الحكمة والبيان يا ذا الرحمة والرضوان يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا الرأفة والمستعان يا ذا العفو والغفران سبحانك يا لا إله إلا أنت يا من هو رب كل شيء يا من هو إله كل شيء يا من هو خالق كل شيء يا من هو صانع كل شيء يا من هو قبل كل شيء يا من هو بعد كل شيء يا من هو فوق كل شيء يا من هو عالم بكل شيء يا من هو قادر على كل شيء يا من هو يبقى ويفنى كل شيء سبحانك يا لا إله اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكون يا ملقب يا مبين يا معبر يا ممكن يا مزين يا مولن يا مقسم سبحانك يا لا يا من هو في ملكه مبين يا من هو في سلطانه قدير يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجا كريم يا من هو في صنعه حكيم يا من هو في حكمته لطيف يا من هو في لطفه قديم سبحانك يا لا يا من لا يرجى إلا فضله يا من لا يسأل إلا عفوه يا من لا يؤذر إلا بره يا من لا يخاف إلا عدله يا من لا يدوم إلا ملكه يا من لا سلطان إلا سلطانه يا من وسعت كل شيء رحمته يا من سبقت رحمته غضبه يا من أحاط بكل شيء علمه يا من ليس أحد مثله سبحانك يا
يا فارج الهم يا كاشف الغم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا خالق الخلق يا صادق الوعد يا موفي العهد يا عالم السر يا فالق الحق يا رازق الانام. اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا وفي يا غني يا ملي يا حفي يا رضي يا زكي يا بدي يا قوي يا ولي سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاص خلصنا النار يا رب يا من أظهر الجميل يا من ستر الغبي يا من لم يؤخذ بالجريرة يا من لم يهتك السر يا أديم الأب يا حسن التجاب يا باسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى سبحانك يا لا إله إلا يا ذا النعمة الصادقة يا ذا الرحمة الواسعة يا ذا المنة السابقة يا ذا الحكمة البالغة يا ذا القدرة الكاملة يا ذا الحجة القاطعة يا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا العزة الدائمة يا ذا القوة المتينة يا ذا العظمة المنيئة سبحانك يا السماوات يا جاهل الظلمات يا راهم الأبرار يا مقيل الأثرات يا ساتر الأوراد يا محيي الأموات يا منزل الآيات يا مضعف الحسنات يا ماهي السيئات يا شديد النقمات اللهم إني أسألك باسمك يا مسور يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منور يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الهل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب قدرة في الأنام يا أحكم الحاكمين يا عادل العادلين
یا اصدق الصادقی، یا اطهر الطاهرین، یا احسن الخالقین، یا اسرع الحاسبین، یا اسمع السامعین، یا ابصر الناظرین، یا اشفع الشافعین، یا اکرم الاکرمین. سبحانك یا لا اله الا یا اماد من لا اماد له، یا سند من لا سند له، یا ذخر من لا ذخر له، یا حرز من لا حرز له، یا قیاس من لا قیاس له، یا فخر من لا فخر له، یا عز من لا عز له، یا معین من لا معین له، یا انیس من لا انیس له، یا امان من لا امان له. اللهم انی اسألک بسمک یا عاصم و یا غائب، یا دائم و یا راغب، یا سالم و یا راکب، یا عالم و یا قاسم، یا قابض و یا باسم. یا عاصم من استعصم، یا راهم من استرحم، یا غافر من استغفر، یا ناصر من استنصر، یا حافظ من استحفظ، یا مکرم من استکرم، یا مرشد من استرشد، یا صریخ من استصرخ، یا معین من استعان، یا مغیث من استغاث. سبحانك یا لا اله الا یا عزیز لا یضام، یا لطیف لا یرام، یا قیوم لا ینام، یا دائم لا یفوت، یا حی لا یموت، یا ملک لا یزول، یا باقی لا یفنا، یا عالم لا یجهل، یا صمد لا یطعم، یا قوی لا یضعف. سبحانك یا لا اله الا انت، اللهم انی اسألک بسمك یا احد و یا واحد، یا شاهد و یا ماجد، یا حامد و یا راشد، یا باعث و یا وارث، یا ضار و یا نافع. یا اعظم من کل عظیم، یا اکرم من کل کریم، یا ارحم من کل رحیم، یا اعلم من کل علیم، یا احکم من کل حکیم، یا اقدم من کل قدیم، یا اکبر من کل کبیر، یا الطف من کل لطیف، یا اجل من کل جلیل، یا اعز من کل عزیز.
یا کریم الصف یا عظیم المن یا کثیر الخیر یا قدیم الفضل یا دائم اللطف یا لطیف الصون یا منفس الکرم یا کاشف الضر یا مالک الملک یا قاضی الحق. يا من هو في عهده وفي يا من هو في وفائه قوي يا من هو في قوته علي يا من هو في علوه غلي يا من هو في قربه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في شرفه عزيز يا من هو في عزه عظيم يا من هو في عظمته مجيد يا من هو في مجده حميد سبحانك يا لا اله الا انت. اللهم إني أسألك باسمك يا كافي يا شافي يا بافي يا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا علي يا باقي. يا من كل شيء خاضع له يا من كل شيء خاشع له يا من كل شيء كائن له يا من كل شيء موجود به يا من كل شيء منيب إله يا من كل شيء خائف منه يا من كل شيء قائم به يا من كل شيء صائر إله يا من كل شيء يسبح بحمده يا من كل شيء هالكم إلا وجهه. يا من لا مفر إلا إلي يا من لا مفزع إلا إلي يا من لا مقصد إلا إلي يا من لا منجا منه إلا إلي يا من لا يرغب إلا إلي يا من لا حول ولا قوة إلا به يا من لا يستعان إلا به يا من لا يتوكل إلا عليه يا من لا يرجى إلا هو يا من لا يعبد إلا هو. يا خير المرهوبين يا خير المرغوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين. اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر يا قادر يا قادر يا فاتر يا كاسر
یا من خلق فسوا، یا من قدر فهدا، یا من یکشف البلوا، یا من یسمع النجوا، یا من ینقذ الغرقا، یا من ینجي الأكام، یا من یشفی المرضا، یا من اضحك و ابكا، یا من امات و احیا، یا من خلق الزوجین الذکر و الانثی. يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب عيبته، يا من في الميزان قضاءه، يا من في الجنة سماه، يا من في النار غابه. يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتعيرون، يا من به يستأنس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفه يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون، يا من عليه يتوكل المتوكلون. اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب، يا غريب يا رقيب، يا حسيب يا مهيب، يا مصيب يا مجيب، يا خبير يا بصير، يا أغرب من كل غريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أغلى من كل قدير، يا أغلى من كل غني، يا أجود من كل جبار، يا أرأف من كل رؤوف، يا غالبا غير مغلوب، يا صانعا غير مسلوم، يا خالقا غير مخلوق، يا مالكاً غير مملوك، يا قاهراً غير مبهور، يا رافعاً غير مرفوع، يا حافظاً غير محفوظ، يا ناصراً غير منصور، يا شاهداً غير غائب، يا غريباً غير بعيد. همه با صدای بلند، یا نور اندور، یا منبر اندور، یا خالق اندور، یا مدبر اندور، یا مقدر اندور، یا نور کل نور،
کل نور، یا نور لیس کمثله نور، یا من عطاؤه شریف، یا من فعله لطیف، یا من لطفه مقیم، یا من احسانه قدیم، یا من قوله حق، یا من وعده سر، یا من عفوه فت، یا من عذابه عد، یا من ذکره هول، یا من فضله امین. اللهم إني أسألك باسمك يا مسهل يا مفسر يا مبدل يا مدلل يا منزل يا منبر يا مفضل يا مجزل يا ممهل يا مجمل. تو من یرا ولا یرا، یا من یخلق ولا یخلق، یا من یهدی ولا یهدا، یا من یحیی ولا یحیا، یا من یسأل ولا یسأل، یا من یطعم ولا یطعم، یا من یجیر ولا یجار علی، یا من یغنی ولا یبغى علی، یا من یحکم ولا یحکم علی، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا نعم الحسیب، یا نعم الطبیب، یا نعم الرقیب، یا نعم الغریب، یا نعم المجیب، یا نعم الحبیب، یا نعم الکفیل، یا نعم الوکیل، یا نعم المولا، یا نعم النصیر. یا سرور العارفین، یا من المحبین، یا انیس المریدین، یا حبیب التوابین، یا رازق المقلین، یا رجاء المذنبین، یا قرة عین العابدین، یا منفس عن المکروبین، یا مفرج عن المغمومین، یا اله الاولین والآخرین. اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا مقيننا يا حبيبنا يا طبيبنا. یا رب النبیین والابرار، یا رب الصدیقین والاخیار، یا رب الجنة والنار، یا رب الصغار والکبار، یا رب الحبوب والثمار، یا رب الانهار والاشجار، یا رب السهاری والغفار، یا رب البراری والبهار، یا رب اللیل والنهار، یا رب الاعلان والاسرار.
یا من نفذ فی کل شیء امرو، یا من لحق بكل شیء علمو، یا من بلغ الی کل شیء قدرتو، یا من لا تحصل عبادو نعما، یا من لا تبلغ الخلائق شکرا، یا من لا تدرک الافهام جلالا، یا من لا تنال الاوهام کنها، یا من العظمة والكبرياء رداؤه، یا من لا ترد العباد قضاءه، یا من لا ملك الا ملكه، یا من لا عطاء الا عطاءه. یا من له المثل الاعلا، یا من له الصفات العلیا، یا من له الاخرة والاولا، یا من له الجنة المأوى، یا من له الآیات الكبرى، یا من له الاسماء الحسنى، یا من له الحكم والقضاء، یا من له الهواء والفضاء، یا من له السماوات العلا، اللهم إني أسألك باسمك يا أفو يا غفور، يا صبور يا شكور، یا رؤوف و یا عطوف، یا مسئول و یا ودود، یا سبوح و یا قدوس. یا من فی السماء عظمتو، یا من فی الارض آیاتو، یا من فی کل شیء دلائلو، یا من فی البحار عجائبو، یا من فی الجبال خزائنو، یا من یبدع الخلق ثم یعیدو، یا من الیه یرجع الامر کلو، یا من اظهر فی کل شیء لطفا، یا من احسن کل شیء خلقا، یا من تصرف فی الخلائق قدرتو. یا حبیب من لا حبیب علا، یا طبیب من لا طبیب علا، یا مجیب من لا مجیب علا، یا شفیق من لا شفیق علا، یا رفیق من لا رفیق علا، یا مغیث من لا مغیث علا، یا دلیل من لا دلیل علا، یا انیس من لا انیس علا، یا راهم من لا راهم علا، یا صاحب من لا صاحب علا، سبحانک یا لا اله الا الغاث الغاث. یا کافی من استکفا، یا هادی من استهدا، یا کالع من استکنا، یا رای من استرا، یا شافی من استشفا، یا قاضی من استقضا، یا مغنی من استغنا، یا موفی من استوفا، یا مقوی من استقوا، یا ولی من استولا، سبحانک یا لا اله الا انت.
نسألک باسمک یا خالق و یا رازق، یا ناطق و یا صادق، یا فالق و یا فارق، یا فاتق و یا راتق، یا سابق و یا سامق. يا من يقلب الليل والنهار، يا من جعل الظلمات والأنوار، يا من خلق الظل والحرور، يا من سخر الشمس والقمر، يا من قدر الخير والشر، يا من خلق الموت والحياة، يا من له الخلق والأمر، يا من يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من ليس له شريك في المول، يا من لم يكن له ولي من الضال. يا من يعلم مراد المريد، يا من يعلم ضمير الصامت، يا من يسمع أنين الواهنين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يقبل عذر التائبين، يا من لا يصلح عمل المفسدين، يا من لا يضيع أجر المحسنين، يا من لا يبعد عن قلوب العارفين، يا أجبد الأجبدين. يا دائم البقاء، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء، يا غافر الخطا، يا بديع السماء، يا حسن البلاء، يا جميل السناء، يا قديم السناء، يا كثير الوفاء، يا شريف الجزاء. خلصنا من النار. اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار، يا قهار يا جبار، يا صبار يا بار، يا مختار يا فتاح، يا نفاح يا مرتاح. يا من خلقني وسواني، يا من رزقني ورباني، يا من أطعمني وسقاني، يا من قربني وأدناني، يا من عصمني وكفاني، يا من عافاني وكلاني، يا من أعزني وأغناني، يا من وفقني وهداني، يا من آنسني وآباني، يا من أماتني وأحياني. يا من يحب الحق بكلماته، يا من يقبل التوبة عن عباده، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه، يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يا من لا معقب لحكمه، يا من لا يا من انقاد كل شيء لأمره، يا من السماوات مطويات بيمينه، يا من يرسل الرياح بشرا بين
یدای رحمته. یا من جعل الارض مهادا، یا من جعل الجبال اوتادا، یا من جعل الشمس سراجا، یا من جعل القمر نورا، یا من جعل الليل لباسا، یا من جعل النهار معاشا، یا من جعل النوم سباتا، یا من جعل السماء بنا، یا من جعل الاشیاء ازواجا، یا من جعل النار مرصادا. سمیع و یا شفیع، یا رفیع و یا منیع، یا سریع و یا بدیع، یا کبیر و یا قدیر، یا خبیر و یا مجیر. یا حیان قبل کل حی، یا حیان بعد کل حی، یا حی الذی لیس کمثله حی، یا حی الذی لا یشارک حی، یا حی الذی لا یحتاج الی حی، یا حی الذی یمیت کل حی، یا حی الذی یرزق کل حی، یا حی لم یرث الحیاة من حی، یا حی الذی یحیی الموتا، یا حی یا قیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. یا من له ذکر لا ینسا، یا من له نور لا یطفا، یا من له نعم لا تعد، یا من له ملک لا یزول، یا من له ثناء لا یحصا، یا من له جلال لا یکیف، یا من له کمال لا یدرک، یا من له قضاء لا یرد، یا من له صفات لا تبدل، یا من له نعوت لا تغیر. یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا غایة الطالبین، یا دهر اللاجین، یا مدرک الهاربین، یا من یحب الصابرین، یا من یحب التوابین، یا من یحب المتطهرین، یا من یحب المحسنین، یا من هو اعلم بالمهتدین. اللهم انی اسالک باسمک یا شفیق و یا رفیق، یا حفیظ و یا معین، یا مقیت و یا مقیس، یا معز و یا مذل، یا مبدع و یا معین. سبحانک یا لا اله الا انت.
من هو احد بلاند، یا من هو فرد بلاند، یا من هو صمد بلاند، یا من هو وتر بلاکن، یا من هو قائم بلاند، یا من هو رب بلا وزی، یا من هو عزیز بلا زور، یا من هو غنی بلا فقر، یا من هو ملک بلا عرش، یا من هو موصوف بلا شبیه. سبحانك یا لا اله الا یا من ذکره شرف للذاکری، یا من شکره فوز للشاکری، یا من حمده اذن للعامدی، یا من طاعته نجات للمطیع، یا من بابه مفتوح للطالبی، یا من سبیله باده للمنیبین، یا من آیاته برهان للناظری، یا من کتابه تذکرة للمتقی، یا من رزقه عموم للطائعین والعاصین، یا من رحمته قریب من یا من تبارک اسمه، یا من تعالی جده، یا من لا اله غیره، یا من جل ثناؤه، یا من تقدس اسمه، یا من یدوم بقاؤه، یا من العظمة بهاؤه، یا من الکبریاء رضاؤه، من لا تحصاله، یا من لا تعد نعمه، اللهم امی اسألك باسمك یا معین و یا امین، یا مبین و یا متین، یا مکین و یا رشید، یا امید و یا مجید، یا شدید و یا شهید. یا دل عرش المجید، یا دل غوض السدید، یا دل فعل الرشید، یا دل بطش الشدید، یا دل وعد والبعید، یا من هو الولی الحمید، یا من هو فعال لما یرید، یا من هو قریب غیر بعید، یا من هو علی کل شیء شهید، یا من هو لیس عبد الله من للعبید. یا من لا شریک له ولا وزیر، یا من لا شبیه له ولا نظیر، یا خالق الشمس والقمر المنیر، یا مغنی الباس الفقیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا رائم الشیخ الكبیر، یا جابر العظم الكثیر، یا عصمت الخائف المستجیر، یا من هو بعباده خبیر بصیر، یا من هو علی کل شیء قدیر.
یا دل جود بندم، یا دل فضل و کرم، یا خالق اللوح و القلم، یا بار اول و نسب، یا دل بأس و نقم، یا ملهم العرب و العجم، یا کاشف الضر و الالم، یا عالم السر و الهمم، یا رب البيت و الحرم، یا من خلق الاشیاء من العدم. اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جائع يا قابل يا كامل يا فاصل يا واصل يا عادل يا غالب يا طالب يا ظاهر. یا من انعم به توله، یا من اکرم به جوده، یا من جاد به لطفه، یا من تعزز به قدرته، یا من قدر به حکمته، یا من حکم به تدبیره، یا من دبر به علمه، یا من تجاوز به علمه، یا من دنا فی علوه، یا من علا فی يا من يخلق ما يشاء يا من يفعل ما يشاء يا من يهدي من يشاء يا من يضل من يشاء يا من يعذب من يشاء يا من يغفر لمن يشاء يا من يعز من يشاء يا من يذل من يشاء يا من يسبر في الأرحام ما يشاء يا من يختص برحمته من يشاء. يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من جعل لكل شيء قدرا، يا من لا يشرك في حكمه أحدا، يا من جعل الملائكة رسلا، يا من جعل في السماء بروجا، يا من جعل الأرض قرارا، يا من خلق من الماء بشرا، يا من جعل لكل شيء أمدا، يا من أحاط بكل شيء علما، يا من أحصى كل شيء عددا. اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا بر يا حق، يا فرد يا بر، يا صمد يا سرمد. يا خير معروف نوره، يا أفضل معبود نوره، يا أجل مشكور شكر، يا أعز مذكور ذكر، يا أعلى محمود نوره، يا أقدم موجود طلب، يا عرف موصوف غسل، يا أكبر مقصود غسل، يا أكرم مسؤول سؤال، يا أشرف محبوب أولى. يا حبيب الباكي، يا سيد المتوكلين، يا هادي المذلين، يا ولي المؤمنين، يا أنيس الذاكرين،
یا مبدع الملهوفی، یا منجی الصادقی، یا اقدر القادری، یا اعلم العالمی، یا اعلان الخلق اجمعی. یا من علا فقهر، یا من ملک فقدر، یا من وطن فخبر، یا من عبد فشکر، یا من عصی فغفر، یا من لا تهفی الفکر، یا من لا یدرک البصر، یا من لا یخفا علی اثر، یا رازق البشر، یا مقدر کل قدر. اللهم انی اسالک باسمک یا حافظ و یا باره، یا دار و یا بادخ، یا فارج و یا فاتح، یا کاشف و یا دامه، یا یا من لا یعلم الغیب الا هو، یا من لا یصرف السوء الا هو، یا من لا یخلق الخلق الا هو، یا من لا یغفر الذنب الا هو، یا من لا یتم النعمة الا هو، یا من لا یقلب القلوب الا هو، یا من لا یدبر الامر الا هو، یا من لا ينزل الغيث الا هو، یا من لا يبسط الرزق الا هو، یا من لا يحيي الموتى الا هو. یا معین الضعفا، یا صاحب الغربا، یا ناصر الاولیا، یا غائر الاردا، یا رافع السما، یا انیس الاسفیا، یا ابیب الاتقیا، یا کنز الفقرا، یا اله الاغنیا، یا اکرم الکرما. یا کافیا من کل شر، یا قائما على کل شر، یا من لا یشبه شر، یا من لا یزید فی ملکه شر، یا من لا یخفا علی شر، یا من لا ینقص من خزائن شر، یا من لیس کمثلی شر، یا من لا یعذب عن علمه شر، یا من هو خبیر بکل شر، یا من وسعت رحمت کل شر. یا مکرم و یا مطعم، یا منعم و یا معطی، یا مغنی یا مغنی، یا مفنی یا محی، یا مرضی یا منجی. یا
اول كل شيء و آخره، يا اله كل شيء و ملیکه، يا رب كل شيء و صانعه، يا بارئ كل شيء و خالقه، يا قابض كل شيء و باسطه، يا مبدع كل شيء و مؤيده، يا منشئ كل شيء و مقدره، يا مكون كل شيء و مؤمله، يا مهي كل شيء و مميته، يا خالق كل شيء و بارسه. يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير آمد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير دائم ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مونس وأنيس، يا خير صائب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب. يا من هو لمن دعا مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاء كريم، يا من هو بمن عصا عليم، يا من هو في عظمته رقيب، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في احسانه قديم، يا من هو بمن اراده عليم. اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب يا مرقب، يا مغلب يا مؤقب، يا مرتب يا مخرب، يا مؤذر يا مذكر، يا مسخر يا مغير. يا من علمه صادق، يا من وعده صادق، يا من لطفه ظاهر، يا من امره غالب، يا من كتابه محكم، يا من قضاؤه قائم، يا من قرآنه مجيد، يا من ملكه قديم، يا من فضله عميم، يا من عرشه عظيم. يا من لا يشغله سوء انسان، يا من لا يمنعه فعل انفل، يا من لا يلهي قول عن قول، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، يا من لا يحجبه شيء عن شيء، يا من لا يبرمه إلهاه الملهي، يا من هو غاية مراد المريدين، يا من هو منتهى همم العارفين، يا من هو منتهى طلب الطالبين، يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين. يا حليما لا يعجب، يا جوادا لا يبخل،
الله يفتمر يا كبير الله يصمر يا حافظ الله يغفر سبحانك يا الله إله إلا سبحانك يا الله إله إلا الغاص الغاص خلصنا من النار يا رب صلوات ولا خادم.